حالة من الخوف والقلق عاشتها عائلة الزغل قبل أن يخرج الفتى الجريح عبد الرحمن من غرفة العمليات على إثر إصابته برصاص الاحتلال في حي سلوان بالقدس المحتلة. حالة عبد الرحمن الصحية استقرت بعد عملية أجريت له لاستئصال الرصاص من رأسه مع وجود كسور في الجمجمة وشظايا رصاص في أسفل الظهر. طبعا الفتى مصاب بإصابتين، يعني الإصابة الأولى رصاصة في أعلى الوجه منتصف الوجه وخرجت من الجهة اليسرى للرأس، وإصابة ثانية وهي شظايا رصاص أصابت الجزء السفلي من الجهة اليمنى للفتى، لكن وضعه الآن مستقر بفضل الله الحمد لله. كان وضعه خطير جدا، يعني الآن هو خطر على استقرار مستقر. عبد الرحمن الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما وهو يتيم الأب كان قد خرج لشراء الخبز، فأطلق عليه الاحتلال النار بدعاء أنه ألقى زجاجة حارقة تجاههم. بلشت أركض لجهة الإصابة اللي هي هون كانت، فوصلت لقيت طفل ما بتعداش عمره بين 10 و14 سنة مرمي على الأرض وماكل طرق ناري في الرأس من الشقة الشمال. بلشنا معه الإسعافات الأولية، الطفل يعني كان يتلوى لسه وفي الروح وبنزف. رأينا الحادث اللي حصل في الأمس، إطلاق النار على طفل لم يتجاوز عمره 14 عام فقط بذريعة بأنهم شكوا بأنه قام بإلقاء زجاجة حارقة باتجاه جنود الاحتلال، وهذا الأمر الذي لم يتم إثباته بأي طريقة، مع العلم أنه هناك في المنطقة اللي تم إطلاق النار على هذا الطفل كاميرا مراقبة تعود لأحد البؤر الاستيطانية، قاموا بإطلاق النار على الطفل أكثر من 20 رصاصة من خلال رشاش أوتوماتي بملك أحد الجنود في المنطقة اللي كانوا متواجدين. الفتى عبد الرحمن الزغل يرقد في قسم العناية المكثفة للأطفال، وسيعقد الاحتلال له جلسة تمديد غيابية في أحد المحاكم الإسرائيلية مساء اليوم رغم خطورة وضعه الصحي. نهال حجازي، القدس.